السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر المستهل كالعادة بالعناوين. ناصر بوريطة أكد من الرباط أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وذلك بتشاور مع الشركاء الأوروبيين وعلى ضوء تقييم الحكومة المغربية. وبمشاركة أكثر من 20 وزير خارجية اختتم اليوم الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية بإصدار إعلان الرباط الثاني الذي ضم عديد التوصيات. وككل أربعاء نفسح المجال في المسائية لإيمان ورقة ضمن الفقرة الاقتصادية الأسبوعية. أهلا بكم. بتشاور مع الشركاء الأوروبيين وعلى ضوء تقييم الحكومة، سيقرر المغرب بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري. التأكيد صادر اليوم من الرباط عن ناصر بوريطة وزير الخارجية. بوريطة أوضح أن اتفاقية الصيد البحري بين الجانبين لا تزال سارية المفعول، بينما ستنتهي صلاحية بروتوكول الصيد البحري المبرم لمدة 4 سنوات في 17 من يوليوز الجاري. ومن المرتقب أن ينعقد اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل بين السلطات المغربية ونظيرتها الأوروبية بهدف إجراء تقييم مشترك لهذه السنوات الأربع. سعيد أجنع. اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول، التأكيد هنا كان على لسان وزير الخارجية ناصر بوريطة، والذي أشار إلى أن صلاحية بروتوكول الصيد البحري المبرم لمدة 4 سنوات ستنتهي في بداية الأسبوع المقبل، فيما سيتم تقييم نتائج هذا البروتوكول في اجتماع سينعقد ببروكسل. كاين اجتماع هذا الأسبوع في بروكسل ديال اللجنة المشتركة الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللي غتقوم بتقييم هاد 4 سنوات. المغرب التقييم ديالو الاولي هو ايجابي حول التعاون في هاد 4 سنوات، واللي كان بناء وكان يعني واحد المجال اللي كان فيه شراكه نافعه للطرفين. ناصر بوريطة أكد أن الحكومة تدرس مستقبل اتفاقية الصيد البحري مع أخذ 3 معايير بعين الاعتبار، على رأسهم إعطاء الأولوية لشركات بقيمة مضافة وأكثر وضوحا. المغرب اليوم في إطار رؤية جلالة الملك والسياسة الخارجية للمملكة المغربية ما كيشوفش الشراكة بهذا الشكل، وهذا الأشكال يمكن تجاوزت. المغرب كيشوف شراكة اللي فيها قيمة مضافة للمغرب، واللي فيها يعني واحد الندية، فيها واحد ماشي بهذا الشكل اللي هو الشكل التقليدي ديال اعطيني الموارد نعطيك الدعم المالي والتقني. أما المعيار الثاني فيتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصيد البحري اليوتيس، والتي تقتضي الملائمة في إطار التفاعل مع الشركاء. المغرب عنده استراتيجية اليوتيس لتطوير هذا القطاع على المستوى الوطني للمغرب والمغاربة أولا. هذه الاستراتيجية ماشي فقط تصور نظري، عندها انعكاسات على شنو غيدير المغرب نفسه وفين عنده يمكن له يدير شراكات، وبالتالي انطلاقا من هذه الاستراتيجية عاد غيكون المجال اللي غيبقى للشراكات الخارجية. وزير الخارجية أشار في المعيار الثالث إلى ضرورة الحفاظ على هذا المورد الطبيعي وضمان استدامته، مؤكدا أن الحوار والتعاون مع الشركاء الأوروبيين دائما. ورئيس الدبلوماسية المغربية ترأس اليوم بالرباط الاجتماع الوزاري الثالث للدول الأفريقية الأطلسية بمشاركة أكثر من 20 وزير خارجية. الأشغال اختتمت اليوم بإعلان الرباط الثاني، والذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتنزيل شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الأفريقية المطلة على الأطلسي. جاد بردان ويوسف لطفي. جنوب الأطلسي يسعى لتنظيم رقعته الشاسعة لصون الثروات ورفع التحديات، بعد أول خصص للوعي والثاني للهيكل اجتماع ثالث لإطلاق المبادرات، 22 دولة في الرباط للمصادقة على برنامج العمل. بعد الوعي بعد الهيكلة دابا جا وقت العمل، لهذا الدورة الثالثة كانت هي أننا نحاولوا نعرفوا شنو هما يعني المبادرات الملموسة اللي يمكننا ناخذو على مستوى تنظيم الموانئ، على مستوى محاربة التلوث، على مستوى الاقتصاد الأزرق،
على مستوى السياحة النظيفة، هذه كلها خصنا مبادرات ملموسة واللي هي اللي اشتغلنا عليها. الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية أكد على الالتزام السياسي للدول الأعضاء لأجل تنزيل شراكتهم. إعلان الرباط خط رؤية شراكة إفريقية أطلسية مرنة تقدمية ومتضامنة في شكل أهداف مسطرة. الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو برنامج عمل واقعي يحمل أجوبة ملائمة للتحديات الكبرى والفرص التي تحظى بها الدول الإفريقية الأطلسية. اجتمعنا مرة أخرى لأجل موضوع مهم جدا، سوف نعمل من أجل تعاون جيد جنوب جنوب، سوف نشتغل على إمكاناتنا بشكل تضامني لمواجهة التحديات المشتركة. المجتمعون خرجوا بتوصيات من ثلاث أولويات استراتيجية: حوار سياسي وأمني حول مكافحة الإرهاب والجريمة، دعم الاقتصاد الأزرق والربط البحري والطاقة، وأخيرا تنمية مستدامة وحماية للبيئة البحرية. خارج الحدود، حلف شمال الأطلسي يتعهد من جديد بضم أوكرانيا، ويقدم أعضاؤه خطة التزامات طويلة الأمد لتوطيد الأمن في بلد يعيش حالة حرب مع روسيا. روسيا التي اعتبرت أن هذه الضمانات الأمنية ستؤدي إلى تقويض أمنها وستجعل أوروبا أخطر بكثير لسنوات. خالد نجدي. بعد يومين من التداول، أسدل الستار على قمة حلف الشمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلينيوس، بتأكيد الأعضاء على التزامهم بتقديم دعم عسكري لكييف يمتد لسنوات، وبالاتفاق على أن تكون أوكرانيا عضوا في الحلف بعد الحرب دون تحديد جدول زمني لانضمامها. القرارات المتخذة هنا في فيلينيوس تعد بداية فصل جديد في العلاقات بين حلف الناتو وأوكرانيا. اليوم نجتمع على قدم المساواة، وأتطلع بفارغ الصبر إلى اليوم الذي نجتمع فيه كحلفاء. من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن نتائج القمة كانت ستصبح مثالية لو تم توجيه دعوة لبلاده للانضمام للحلف، مرحبا بمضامين الإعلان المشترك لمجموعة دول السبع والذي حدد إطارا متعدد الأطراف لدعم كييف. الوفد الأوكراني يعود إلى بلاده بنصر أمني مهم لأوكرانيا ولشعبنا ولأطفالنا، كما أنه يفتح لنا أفاقا جديدة في المجال الأمني. خلال هذه القمة، تخلى أيضا الحلف عن شرط وفاء كييف بخطة عمل بشأن العضوية وقائمة من الأهداف السياسية والاقتصادية والعسكرية يجب على دول شرق أوروبا أن تفي بها قبل الانضمام، وبهذا أزيلت واقعيا عقبة أمام انضمام أوكرانيا لحلف الشمال الأطلسي. وسعر برميل النفط من خام برنت وصل خلال تعاملات اليوم إلى 80 دولارا لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، وكانت أسعار النفط قد تراجعت تدريجيا في ظل تنامي المخاوف من ركود اقتصادي قد يحد من الطلب. والمندوبية السامية للتخطيط كانت قد أفادت اليوم في بلاغ لها بأن نمو الاقتصاد الوطني سيبلغ 3.3% خلال السنة الجارية بعد تباطؤ خلال سنة 2022. وهذا الموضوع استأثر باهتمام إيمان ورقة في الفقرة الاقتصادية الأسبوعية. إيمان، مرحبا بك. مساء الخير زكريا. أهلا وسهلا. كيف يمكن تحليل توقعات النمو الاقتصادي لهذه السنة؟ النمو الاقتصادي المرتقب زكريا خلال السنة الجارية كما ذكرت عند نسبة 3.3%، أي أكثر من ضعف المعدل المسجل خلال العام الماضي البالغ 1.3%. هذا التحسن المرتقب خلال السنة الحالية مرده بالأساس تحسن أداء قطاع الصناعة والخدمات، بالإضافة إلى التحسن المتأخر للظروف المناخية خلال الموسم الفلاحي الحالي بعد فترة الجفاف النسبي، مما سينعكس إيجابا على إنتاج الحبوب الذي عرف فزيادة بنسبة 62% مقارنة بالموسم الماضي ليصل إلى حوالي 55 مليون قنطار.
وبالتالي ستسجل القيمة المضافة للقطاع الفلاحي تحسنا بنسبة 6.7% خلال السنة الحالية بعد انخفاض ملحوظ بنسبة 12.9% خلال السنة الماضية. كما يرتقب انتعاش قوي لقطاع السياحة وقطاع الخدمات بالإضافة إلى القطاعات التصديرية باستثناء تصدير الفوسفات. نعم إيمان، ماذا عن النمو الاقتصادي المتوقع هذه المرة في السنة المقبلة 2024؟ تعتمد الأفاق الاقتصادية زكريا لسنة 2024 على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، وعلى فرضية نهج نفس السياسة المالية المتبعة خلال سنة 2023، خاصة السياسة العمومية التي يتعين تنفيذها لتحقيق الإقلاع الاقتصادي. إذ سيفرز القطاع الفلاحي زيادة ب 8.3% خلال سنة 2024 مدعوما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية، بينما ستستقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2.3% خلال السنة المقبلة، فيما سيعرف القطاع الثانوي انتعاشا في ديناميته نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية، وبالتالي ستسجل القيمة المضافة زيادة بنسبة 2% سنة 2024 عوض 0.3% خلال السنة الحالية. ومن جهتها ستسجل أنشطة قطاع التجارة نتائج جيدة السنة المقبلة مستفيدة من زيادة الطلب الداخلي واستمرار تحسن أداء النسيج الإنتاجي الوطني وتباطؤ التضخم، حيث ستبلغ وتيرة نموها حوالي 1.8% خلال سنة 2024. شكرا جزيلا لك إيمان، واللقاء يتجدد في كل أسبوع المقبل بحول الله. في أمان الله. شكرا لك. والجو حار هذه الأيام، معه تتوقع مديرية الأرصاد الجوية استمرار هذه الموجة مع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 إلى 48 درجة، وذلك إلى غاية الجمعة المقبل بحول الله. اللون الأحمر يطبع هذه النشرة الإنذارية التي ستهم أقاليم الفقيه بن صالح، بني ملال، شيشاوة، قلعة السراغنار، حامنة، مراكش، طاطا، ترودانت، أكادير، إيدوتنانت، السزاق، سمارة، وداخل أقاليم بوجدور أو سرد واد الدهب بما فيها مدينة الداخلة. والداخلة شهدت اليوم تدشين عدد من المؤسسات الاستشفائية ضمن جهود مواكبة تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، بحيث تم إعطاء انطلاقة أشغال تجهيز مصلحة الطب النفسي والأمراض العقلية بالداخلة بطاقة استشفائية تناهز 20 سريرا، كما تم افتتاح مركز صحي حضري جديد بالمدينة ومركز قروي ببرغندوز ومستوصف قروي بمنطقة تورطة. روبورتاج نزار بوحوت والمتابعة لشيماء العلام. الصحة النفسية تتصدر أولويات وزارة الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك من خلال تعزيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمصلحة للطب النفسي وللأمراض العقلية، بنية صحية قيد الإنجاز بكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 17 مليون درهم على مساحة تقارب 1800 متر مربع، تضم مراكز مخصصة للفحوصات الطبية ووحدات للاستشفاء بطاقة سريرية تناهز 20 سريرا. مصلحة ديال الأمراض النفسية، توسيع ديال المستشفى باش نغطيو الحاجيات ديال الطب النفسي، وانتم كتعرفوا اليوم من بعد الكوفيد الصحة العقلية والنفسية كتعرف واحد الاهتمام كبير حتى من لدن المنظمة العالمية للصحة، وكتكميل الخدمات اللي كيقدم المستشفى ديال الداخلة هذه المصلحة هذه اللي ربما غادي تزيد تقدم خدمات أوسع بالنسبة للكبار وحتى بالنسبة للصغار إن شاء الله. وإلى جانب إعطاء انطلاق أشغال هذه المصلحة، تم افتتاح المستوصف القروي تورطة والمركز الصحي الحضري الوحدة وبئر قندوز بعد إعادة هيكلتها وتجهيزها، وذلك بهدف تقريب الخدمات الصحية الأساسية من ساكنة الداخلة والمناطق المحيطة بها. شي كان ناقص؟ الحمد لله راه جهز كل شيء، الحمد لله الخدمات راه غادي شويه غادي وكيتنظم الحمد لله شويه بشويه، الحمد لله راه كل شيء تجهز. حنا عندنا مشكل ديال ترونسبور، ما كانش عندنا ترونسبور، هذاك الشيء علاش الحمد لله الله ينصر سيدنا هاشم محمد السادس.
في إطار ورش إصلاح النظام الصحي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، ستساهم المراكز الصحية الحضرية والقروية الجديدة في تحسين ورقمنة الخدمات الصحية الأساسية المقدمة لسكان الجهة، بالإضافة إلى تحسين ظروف استقبال المرضى والمرتفقين. المسائية ما تزال متواصلة على القناة الثانية، نتابع فيها بعد قليل. وزير التربية الوطنية التقى اليوم الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، لقاء شكل مناسبة لتدارس القضايا الراهنة. ولبؤات الأطلس أجرين اليوم أول حصة تدريبية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للسيدات المقامة بأستراليا ونيوزيلندا. قبل ذلك، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التأم اليوم في جمعيته العامة في دورته الثانية، هي محطة سنوية لتدارس مشروع استراتيجية المجلس للسنوات الأربع المقبلة. وبالمناسبة تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع القطاعات الحكومية ذات الصلة. روبورتاج بشرى رئيف وهدى جديد. خمس اتفاقيات شراكة بموجبها سيلتزم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والوزارات الموقعة بتيسير تبادل المعلومات والوثائق والتجارب والخبرات وتنظيم الأنشطة المشتركة بغرض التواصل في كل ما يتعلق بقضايا ومجالات التعليم والتربية. كتعرفوا التركيبة ديال الأعضاء ديال المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هي تركيبة اللي فيها جميع المكونات ديال المجتمع ديالنا، وهاد التشاور وهاد الشراكة هادي كتخلينا نقاربوا يعني التوجيهات والمسار ديال التكوين، وكيف ما كنبغي ناكد عليه ديال التمكين ديال الشباب ديالنا. هذا كيتطلب واحد التعاون، واحد الشراكة اللي تتكون شراكة مبنية على الثقة وكذلك التتبع. التوقيع بين مجموعة القطاعات الحكومية بما فيها وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمجلس، والهدف بالنسبة للوزارة بالطبع هو تقوية وجود المفهوم الثقافي في الدراسة عند وليداتنا، وهنا كنركز على الموروث المادي والغير مادي. التوقيع على هذه الاتفاقيات ما هو إلا محطة من المحطات البارزة في جدول أعمال الدورة الثانية للمجلس، والتي تم خلالها المصادقة على استراتيجية العمل للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027. دورة يوليوز خاصة بثلاث نقط خلال الجلسة الصباحية: مشروع الاستراتيجية، نقطة موالية تتعلق بكل ما له علاقة بالعنف المدرسي. وعليه شكل هذا اللقاء مناسبة للوقوف عند مضامين مشروع تقرير حول ظاهرة العنف المدرسي، استغرق ثلاثة أعوام وشمل 287 مؤسسة، ستكشف نتائجه خلال الأشهر المقبلة. ووزير التربية الوطنية والتعليم التقى اليوم الهيئات الممثلة للتعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب. اللقاء شكل مناسبة لتدارس قضايا التعليم الخصوصي، وناقش كذلك حصيلة اللجنة الموضوعاتية إلى جانب مواضيع أخرى نستعرض أهم محاورها في ربورتاج نادية أحتة بعدسة مصطفى السعدني. هذا الاجتماع مع قطاع التعليم الخصوصي ناقش حصيلة اللجنة الموضوعاتية وحصيلة السنة الدراسية، وكذا تهيئة الدخول المدرسي المقبل، ووضع عقد يجمع المؤسسات التعليمية بالأسر والذي سيتم الاشتغال على صيغته النهائية. تكلمنا على مشروع قانون ديال المدرسة، اللي ايضا هناك مازال بعض الملاحظات ديال هيئات ديال القطاع الخصوصي اللي احنا مستعدين باش ناخذها بعين الاعتبار. خلال هذا الاجتماع تم اقتراح تكوين لجنة موضوعاتية ستبث في مجموعة من الإكراهات، وستجتمع بشكل دوري للنظر في عدد من الملفات الراهنة. اللقاء كان مهم جدا، استعرضنا فيه مجموعة من الإكراهات، وكذلك طالبنا اليوم انه في اطار اللجنه الموضوعاتيه كيفاش اننا يعني تكون واحد اللجنه اللي هي تكون لجنه دائمه، وهذا كان مقترح ديال السيد الوزير مشكور، اللي اليوم ان شاء الله هذه اللجنه اللي اقترح السيد الوزير غادي تكون واحد اللجنه دائمه اللي غادي تثبت في واحد المجموعه من الاشكالات والاكراهات. الحاضرون اكدوا على ضروره نهج مقاربه تشاركيه بين التعليم العمومي والخاص خدمه للمدرسه المغربيه وتجويد ادائها.
وإنجاح رهانات منظومة التربية والتكوين لن يتأتى دون الاهتمام بالبنيات التعليمية في الحواضر كما في القرى. أكثر من 100 مؤسسة تعليمية بإقليم زاغورة تعرف عملية تأهيل وتجهيز استعدادا للدخول المدرسي المقبل. المديرية الإقليمية وجمعية الآباء يشتركان في المشروع، والهدف منح التلاميذ نفسا جديدا خلال الموسم الدراسي المقبل. من زاغورة نزهة عزيزي والحسن بالعلي. عملية واسعة لتأهيل المؤسسات التعليمية بإقليم زاغورة تهم جميع المستويات الابتدائية والثانوية. صباغة وصيانة وغرس للأشجار وبناء حجرات جديدة وغيرها من الإصلاحات استعدادا للموسم الدراسي الجديد. يشمل بناء حجرتين بالنسبة للمؤسسة ديال التعليم الأولي، وسقيفها بالنسبة يعني امام اقسام وحده تجديده، وامام المدرسه بالنسبه للتلاميذ على حساب الشمس، على حساب الحراره، على حساب المطر. كذلك يعني الفضاء الاخضر اللي ربما كتعرفوا هذه المؤسسه واللي كعطيها تلك النموذجيه حنا خدامين عليه. كذلك كانت هناك صباغه وصوار ومجموعه من الامور اللي كتضمن مثلا الدخول المدرسي انه يكون بحله جديده، وبالتالي كتستقطب التلاميذ بنفسيه جديده. جمعية الآباء كما الأطر الإدارية والمديرية الإقليمية شركاء ينخرطون في هذه العملية. أكثر من 100 مؤسسة يشملها التأهيل والتجهيز في الوسطين الحضري والقروي. عندنا تقريبا 108 ديال المؤسسات مستهدفة بعملية ديال التأهيل المندمج، فيها 27 وحدة مدرسية ديال اللي منخرطة في مشروع المؤسسة الرائدة، وباقي الوحدات المدرسية الأخرى أيضا كتشملها عملية التأهيل، واللي وفرت لها الأكاديمية واحد العدد ديال عدد كبير من الاعتمادات المالية. حلة جديدة ستكون عليها الفصول والساحات والفضاءات الرياضية عند الدخول المدرسي المقبل. الأشغال متواصلة والأولوية للعالم القروي تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. والعطلة الصيفية مناسبة لزيارة مناطق مختلفة ببلادنا. مدينة إفران من بين الوجهات السياحية المفضلة لعشاق السياحة الجبلية والمناظر الطبيعية الأخادة. مناخ المدينة الرطب خلال الصيف يجذب الزوار الفارين من قيد الصيف وحر المدن الداخلية. من جوار أسد الأطلس بإفران نتابع ارتسامات المواطنين في روبورتاج أسامة أفقير بعدسة حمزة الصالحي. مدينة إفران باردة ليلا، الهدوء يجذب إليها الزوار من مختلف أقاليم جهة فاس مكناس. النافورات المتواجدة في إفران تزيد المدينة جمالا ورونقة، فلا يمكن للزائر أن يمر بجانبها دون أن يوثق اللحظة ويلتقط صورا تشهد على زيارته. إفران بالليل شي حاجة خيالية، زوينة بزاف، الأضواء والناس، كل شيء، الطبيعة، كل شيء زوين. طعنا من فاس حرارة مفرطة، صاد شي 44 إلى 45. إفران تبارك الله شنقول لك اجواء فيها رائعه بزاف. القطار السياحي كيسالي الناس هنا في فران، كيدير بهم كيكتشفوا هاد المناظر الخلابه مع الجرادي مع لي كاسكاد. موقع افران الاستراتيجي وجمالها الساحر جعل منها وجهه مفضله للكثير من الاشخاص المولوعين بالسياحات الجبليه خاصه خلال فصل الصيف. الحمد لله الامن، ما كاينش كاع المشاكل، وكنجيبوا الوليدات والوالدين العائله كنجيو نتبردوا شي شويه ونبدلوا الجو. غزال برد، الهواء ديالو ترد الروح. ايوا مرحبا بالناس اللي بغاو يجيو. هو ذا ليل إفران، ليس من راى كمن سمع. المدينه تقدم للزائرين فرصه الاستمتاع بالطبيعه الخلابه والمناظر الجميله الساحرة. ولبؤة الأطلس وصلنا أستراليا، وبها أجرينا اليوم أول حصة تدريبية استعدادا للمشاركة في نهائية كأس العالم للسيدات التي ستجرى في 20 يوليوز الجاري بكل من أستراليا ونيوزيلندا. نتابع تقريرا في الموضوع مع محمد القرطة.
صعود حافلة التدريب في انتظار انطلاقة قطرة المونديال أقل من أسبوع واحد على ضربة بداية المحفل العالمي. لبؤات الأطلس يجهزن الزاد والعتاد. كتبت رينالدا بيدروس بعدما واجهت وديا في وقت سابق كل من إيطاليا وسويسرا: من المرتقب أن تختتم برنامج الإعدادي بمواجهة جامايكا 4 أيام على الانطلاقة الرسمية للمونديال. وصلنا بالأمس إلى أستراليا والآن نحن هنا للاستعداد بشكل جيد للمونديال. نتدرب يوميا لنكون في الموعد في أول اختبار في مواجهة منتخب ألمانيا، قبل ذلك مواجهة جامايكا وديا. تدريب شاقة وبرنامج مكثف للبؤات، لا مجال للتهاون قبل أول اختبار في مواجهة المنتخب الألماني. رغبة كبيرة وطموح جارف لصديقات غزلان شباك للظهور بأفضل حلة. احنا يا وصلنا بخير وعلى خير، لا باش انا نخدموا نكونوا في أتم استعداد باش نخوضوا المباريات اللي عندنا، نبانوا بصورة مزيانة، نشرفوا بها راسنا ونشرفوا بها بلادنا ان شاء الله. هذا وسينافس المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من ألمانيا، كوريا الجنوبية وكولومبيا. العناصر الوطنية تقص شريط مبارياتها الرسمية في المونديال بمواجهة المنتخب الألماني في 24 من الشهر الحالي. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بالحدث الأبرز فيها. ناصر بوريطة أكد من الرباط أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، وذلك بتشاور مع الشركاء الأوروبيين وعلى ضوء تقييم الحكومة. لإعادة مشاهدة هذه النشرة أو الاطلاع على الأخبار الوطنية والدولية يرجى التفضل بزيارة موقعنا أو تصفح منصاتنا على مواقع التواصل. في الختام لكم تحية طاقم النشرة، شكرا لوفائكم، دمتم بخير، في أمان الله.